نحن البنات ما له الرأي عنا، وما في لزوم للتشاور. هذا آخر كلام. شرفتك. يا ست مها لا تزعلي مني، انت على العين والراس من فوق، بس الزواج اسم النصيب. طبعا. تصبحوا على خير. شرفتك. معناته صحيح الكلام اللي سمعته، ما عرفتي تحبي غير هاد؟ لا تفكر بهالموضوع بنوب، على حساب بتعرف الاصول والمقامات. قلينا يا بنتك اذا بتطلع من البيت طريقه واحده اللي معها عن كتابك. على كيفه، بس انت طول بالك شوي. ابراهيم شبك يقسيت يا اخي؟ قلت لك مو على كيفه يعني مو على كيفه. شو فينا نعمل معه؟ بتروحوا على المحكمه وبتتزوجوا، واعلى ما في خيله يركبوا. وين بدنا نروح يعني؟ يا اخي روحوا اسكنوا بحلب، وبس تهدى الاوضاع بترجعوا لهون. يا ريت الامور كانت بهالبساطه. لكن تنتي في حالك، الله بيعلم سلمى شو صاير فيها هلا. فعلا راحت السكرة واجت الفكرة. يا رجل كان عم يطلع فينا كأنه حشرات. هو الحشرة فشرة عينه يعلم عليك. يا سيدي علم علي وعلى سلمى وعلى مها وعلى روحنا. انت ما شفت نظرته، ما شفت وش مها كيف صار. شو ذنبة تنهان مشاني؟ لك شو ذنبة تنجرح مشاني؟ ابراهيم اهدى الا ما نلاقي حل. لوين؟ عالشغل. السباكير؟ دوبي اوصل، المواصلات زحمة. مو على حساب في ميكرو بيجي بياخدك من قدام باب البيت؟ حابة اروح لحالي، ولا عندكم مانع؟ هلا اخوك بيوصلك بطريقه. بابا انا كل يوم بروح لحالي. ايه بس بعد الشغل عالبيت فورا. يا بي انا من رايي تبطلها من الشغل. وليش لحتى يبطلها من الشغل؟ اللي بيسمعك عم تحكي هالحكي بيفتكر انه هي عدوتك مو اختك. لا ما هي عدوتي، بس هي شايفه حالها. بس احسن منك على القليله انه حنونه. هلا هي احسن مني؟ هلا مو وقت فتح الدفاتر. خلاص فهمنا، يا دوب تقدر تطلع على المستودع وترجع على المحل. لا تشغل بالك بابا، عن اذنك. يبدو ام زهير زعلاني على عريس اللقطه. باي. يلا ابراهيم بردت القهوه المشربه، رح تاخر على الشغل. معلش عمر خد لي اجازه. لك شبك دغري فرطت؟ لا لا بس ما قدرت نام طول الليل. طيب يلا سلام.
رغم كل شيء أحبك. خير؟ شو في؟ الله يخليك تركني بحالي. شو عليه؟ راح حل عنك. هذا كله لأنه بزوير قلعكم. إن شاء الله مفكريني ما بعرف. أنا بعرف كل شيء. حسون، قلت لك حل عنيها. اللي فيني مكفيني، والله بكفيني. ايوه، اهلين بابا. اهلين فيكي بابا، حبيت اطمن عليكي. قصدك تطمن اني بالشغل، ما هيك؟ يا بابا لا تزعلي مني، انا بعرف مصلحتك اكثر منك. ولا يهمك بابا، ولا يهمك. لا تتاخري على البيت. حاضر، مع السلامه. يا بابا حاجة تدللها. يا ابني هي بنت، ومن واجبي كأب خاف عليها، يعني هي عرضنا. بس هي سلمى مو أي كلام. شو لوين؟ ما بتأخر ساعة وبرجع، وإذا سأل عنك المدير دبروها جمانة دبروها. عفوا لو سمحتي، وين بلاقي مكتب الأستاذ إبراهيم؟ شكرا كثير. مرحبا. اهلين. بدي الاستاذ ابراهيم. اجازه. طيب عمر وين بلاقي؟ تاني مكتب على اليسار. شكرا كثير. كيفك عمر؟ اهلا اهلا انسة سلمى. شو وين ابراهيم؟ والله ابراهيم تركته بالبيت وتعبان شوي. انسي سلمى، يعني ما بكون تلاقوا لنا حل؟ شو الحل برايك؟ يعني تتجوزوا على سنة الله ورسوله. والله ما بعرف. طيب بسيطة ولا يهمك، تفضلي تفضلي. Thank you.
سلمى شو جابك لهون؟ كان لازم شوفك. اللي إبراهيم شو بدنا نعمل؟ ما بعرف، عم فكر. شو رأيك شوفك بكرة بعد الدوام؟ ما بحسن شوفك هالكم يوم أبدا. أهلي كتير مشددين علي وما بدنا نعمل مشكلة، بلكي بنقدر نضغط عليه وبيغير رأيه. طيب مري بكرة قبل الدوام اشربي فنجان قهوة. مريت اليوم وما لقيتك. اليوم خلص، بكرة باخذ إجازة. ماشي الحال، أنا ما بحسن أتأخر، اشتقت لك كتير. وأنا مشتاق لك موت. زهير اهلا وسهلا. توقعت تكوني زعلانه. ولو اهلا وسهلا، تفضلي. انا جاي اقول كلمتين وامشي. خير شوفي، بس ما بعرف كيف بدي اقوله. ولو يا ام زهير، احكي وانا عم اسمعك. يا ريت قولي لابراهيم يبعد عن سلمى. خير شوفي كمان، اذا انت زعلتي يا مها انا زعلت اكثر منك، بس انا مو طالع بايدي شيء. لو طالع بايدي شيء كنت هلا بجوزه. بس ما قلتي لي شو قصدك يعني يبعد ابراهيم عن سلمى؟ ليش ابراهيم لا سمح الله عم يعمل شيء برا الطريق؟ اعوذ بالله، مو هذا قصدي، بس ابو زهير مستحيل انه يغير رايه. ورجعت انا حكيته مره ومرتين وثلاثه، هو مصمم على رايه وحلف يمين اذا سلمى بتشوف ابراهيم لحتى ما يخلي فيها شيء ساق. فالله يخليك يا ست مها، تقولي له لابراهيم يسترنا. وبنتي سلمى كل يوم عم تبكي، والله قلبي تقطع عليها. معناها انا برايي تقولي لسلمى تبعد عن ابراهيم، بيكون احسن. معك حق تزعلي، انا بعرف انه ابو زهير حكى معك كلام بيزعج كتير، بس انا مالي غيرك يا مها، وانتي ام وبتعرفي غلاوه الولد. خلص ولا يهمك يا ام زهير، انا كرمالك رح احكي مع ابراهيم، وهي القصة بدنا نطويها وما عاد نحكي فيها. بس أنا كمان اللي عندك طلب، بدي إياك تسلمي لي على أبو زهير وتقولي له بتقلك ما هالناس بأخلاقهم ومحبتهم لبعضهم مو بمصاريهم. معك حق، معك حق. وهلأ اسمحي لي، إذا أنت زعلتي من أبو زهير أنا مو طالع بإيدي شيء. بصراحة يا مها أنا مالي صديقة غيرك، اشكي لا همي. ولا يهمك يا أم زهير، ان شاء الله ما بتشوفي مني غير كل خير، وان شاء الله منضل اصدقاء كل العمر. وانا هذا املي فيك. والله ابراهيم الف وحده بتتمنى. وهلا بدي اقول لك خاطرك. الله معك. الله يسلمك. ليش مستغربه؟ لا بس يعني لوين؟ قلنا رفيق درس معنا بالجامعه، ممكن يساعدنا نعيش بلبنان؟ لا ابراهيم، هي ما بقدر عليها. يعني ما بدك يانا نتجوز ونعيش مع بعض؟ آسف ما قصدي. أنا ما بدي أعيش خايفة عليك وعلى بيتي وعلى أولادي وعلى حالي. أنا حابة نعمل الصح. والحل؟ نرجع نحاول مع البابا. وبلكي ما وافق؟ ما بعرف. غريبة عني هاللهجة. حبيبي إبراهيم اهدى وفكر على مهل. شو بدنا نفكر؟ مستقبلنا. مستقبلنا؟ وينه هذا مستقبلنا؟ قصدك كل واحد يفكر بمستقبله. أما مستقبلي فما بيهمني، لأنه ما رح يكون أحسن من ماضي. أصلاً أنا خلقت للألم. سلمى، الأيام الوحيدة الحلوة اللي عشتها بحياتي هي اللي عشتها بعد معرفتك. إذا بتتركيني ما بيبقى لي شيء. أنا بعرف حالي، ما رح أقدر أحب غيرك. من هلأ عم تحكي عن الفراق؟ فيهم ما يوافقوا على زواجنا، بس ما فيهم أبداً يجبروني أبعد عنك. لا فيهم، لكن يموتوني أحسن. مرحبا عن سي جمانة. أهلين زهير. وين سلمى؟ هون هلأ بتجي. وين يعني هون؟ أخذت إجازة ساعتين، راحت على السوق، وصيت على شغلة. طيب عن إذنك.
تفضل. مرحبا استاذ. اهلين. الانسه سلمى اجازه ما هيك؟ ايه نعم. مين حضرتك؟ انا اخوها. كم يوم؟ يوم واحد. شكرا استاذ. اهلين. وإذا عرف يعني شو سوي؟ لازم أطلع فورا وروح على البيت. طولي بالك طولي بالك بس نمشي. ديري بالك على حالك بس. وانت كمان دير بالك على حالك. شو بدهم يعملوا معي يعني؟ والله ما بعرف. خلص ابراهيم اهدا. خلص عمر يعني ما بقدر اقلق كمان. اهلين فاطمة. طلعت لي امها وقالت لي نايمة وما رح تفيقها. شبك انت كمان؟ عملت معي تحقيق على التليفون. ايه واذا يعني؟ مو بس هيك، قالت لي لو سمحتي لا تتصلي مرة ثانية لهون. لوين؟ ابراهيم؟ بعدين بتعرفوا. ابراهيم؟ خلاص اتركني عمر. Thank you.
اي نعم هذا انا. مساء الخير. مساء الخيرات. فيني اشوف ابو زهير لو سمحتي؟ لحظة واحدة عن اذنك. ابراهيم بده اياك. خير. فيني اسالك سؤال؟ تفضل. في شيء غير المصاري خلاك ما توافق على خطبته؟ هذا مو شغلك. نحن منزوج بنتنا للشخص اللي منشوفه مناسب. برايك انا ليش ماني مناسب؟ ممكن تقلي شو فيك شيء مناسب؟ كل شيء. اهم شيء اني بحبها. لانك بتحبها ما راح اعطيك اياها. بس هذا حرام. يعني انت بتعرف الحلال والحرام اكثر منا؟ ايه بعرف. ها يعني جاي لهون لحتى تعلمنا؟ لا مو قصدي، بس انا جاي اقول لك حرام تظلمنا. مشان ما نطول الكلام، بنتنا مخطوبه. تركيني امي، انا مالي مخطوبه، ما رح اخذ غير ابراهيم. مسخره، اخر عمرنا نصير مسخره. عم تسمعوا ولا لا؟ ما رح اخذ غيره. اسمع، روح دور على نصيبك بمحل تاني، ولا تحلم تتزوج سلمى ولو على جثتي. فهمت ولا ما فهمت؟ وانا رح استناها لاخر يوم بحياتي، وسلمى رح تكون الي. افتحي الباب، افتحي، تضربي انت وهالتربايه. الله يسامحك، خربت كل شيء. لو بتشوفيها حالتها بتوجع القلب، ضاربينها. وهلا كملت، بتعرف ما عاد يخلوها تطلع من البيت الا على بيت جوزها، انا بعرفهم لهالجماعه. ولك غلطت يا ابراهيم، هدول الناس بيفكروا بطريقه مختلفه عنا. ابو زهير ما بيحب شيء بالدنيا قد المصاري، انا بعرفه من زمان، وبعرف كم واحد خطب لسلمى وما رضي يعطيه، كل مره كان يحط فيه عذر شكل. هدول ناس بيفكروا على كيفهم، وظانين رح ياخذوا معهم المصاري والسيارات والبيوت على القبر، بس الحب عمره ما دخل على بيته. سلمى شافت شيء عمره ما شافته، شافت شباب وصبايا بيضحكوا من قلبه، فقره بس بيعرفوا ينبسطوا، مشان هيك كانت مستعده تدافع عن حبها لاخر يوم بحياتها. بس هلا بظن ما عاد تقدر. طيب شو ذنبنا نحن ننظلم؟ يا حبيبي لا نكون اول المظلومين ولا اخر المظلومين. شو فيني اعمل هلا؟ ولا رح تقدر تعمل شيء. سلمى رح تطلع من بيت اهلها على بيت جوزها، ورح تضل طول عمرها تدفع ثمن هالايام الحلوه. ادخل. مرحبا استاذ. اهلين استاذ. هاي المعامله صارت جاهزه، وعلى فكره اذا بدكم ما توافقوا على الاستيداع اختي بدها تستقيل. ان شاء الله خير، بس هي الاستقاله ما راح نوافق عليها بالتاكيد، بعدين هي بدها توقيع الوزاره. يا استاذ يطول عمرك، اللي شو المطلوب هلا؟ وكاله منا او بتجي بنفسها بتمشي المعامله، ولا اقول لك راح اعطيها اجازه 10 ايام بدون اجر. شكرا استاذ، اعتبروها اجازه لبين ما نشوف شو الله بيسر. توكل على الله. شكرا. ابني برضاي عليك للزعالي، انا عاطيه كلمه، وصلي 4 سنين عم داري وشي من اختي. يا امي انا شو دخلني؟ كيف شو دخلك؟ بدك تخجلني قدامه؟ اعوذ بالله، ما عاش مني خجلك يا امي، بس انت وقت اعطيتيها كلمه لاختك كنت انا متزوج بفرنسا امي. وهلا طلقت؟ طيب طلقت انفصلنا، بس يعني كمان اتزوج كيف من كان؟ مين قال كيف من كان؟ وقت كنت بفرنسا كنت عم ترفرف على كيفك، بس هلا جناحاتك بايدي. طيب امي خلص، طولي بالك علي، ان شاء الله ما بيصير لك الخير، خلص. يعني عم تحكيني كاني انا جاهز، بس امي اتزوج، يا امي انا ناقصني مليون شغله لسه. لك حبيبي مو ناقصك غير سلمى، وهلا رح احكي معك. لا لا طولي بالك، خلص طولي بالك، طولي بالك، هدي علي شوي، خلص طولي بالك.
شو بها؟ ما بدها تتعشى. يا بنتي، نحن ما بدنا غير مصلحتك. أنا بدي أطمن عليكي مع رجال يقدر يساعدك. مثل صهري عادل؟ صهرك عادل منيح، بس أختك نقاها. الرجال شايلها على أكف الراحة وما بيلفي على البيت. جهل الرجال ما بيطول إلا يجي يوم ويرجع لمرته وولاده. أنا بابا عم بعمل هالشي لمصلحتك. طيب وشغلي شو له علاقة حتى رايح زهير يعمل لي استيداع؟ إذا بدك ترجعي على الشغل أنا ما عندي مانع، بس خلينا نتفق. سيرة إبراهيم ما بدي اسمعها على لسانك أبدا. موافقة بابا. حاصرينا وما عم يخلوها تطلع برات البيت. شو ساوي قلي؟ يا أخي تزوجها غصب عن أهلها. سلمى ما بتوافق. بعدين أنا مو ناقصني مشاكل. اتركها، وين المشكلة؟ اتركها؟ ليش أنا بقدر اتركها؟ أبوها لازم يوافق. طيب إذا ما وافق أبوها شو بدك تعمل؟ شو بدي أعمل يعني؟ ولا شيء. شو بنقدر نعمل؟ لازم أنساها. ليش أنا بقدر أنساها؟ سلمى فيني أنساها؟ سلمى؟ جمال، أنت ليش ما بتتزوج؟ يا أخي أنا بهالبلد مو جاي عبالي أعمل شي منوب. غلطان، صدقني غلطان. بعدين شو بدي أقول لك؟ هاي سلمى بنت خالتك، حلوة؟ حلوة. إيه لا توقف، فوراً تزوج. بعدين أنت لك أخي ما بتحب يصير لك أولاد؟ مين ما بيحب يصير له أولاد؟ أنا مو بس مشكلتي هي، هي مشكلة أمي وخالتي بنفس الوقت. يمكن مشان هيك راكدين بدهم يتجوزوني. هاي المشكلة كانت مشكلتي مع زوجتي بفرنسا، نفس الشيء. أنا بدي ولد وهي راكدة ورا الدراسة والطموحات، لك فضلت الدكتوراه عن الولد. يا سيدي فهماني، مو لأنه الدكتوراه أهم، بس لأنه طلقتك. مرحبا. سلمى، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، ما خلصت إجازتك لسا؟ قطعتها، اشتقت لكم. دقيقة وراجع. اهلا بلال. سلمى. اهلين استاذ. لقنا عليك. تسلم. فيني الغي الاجازه؟ طبعا، لسه ما نزلناها على الذاتيه. كأنها لم تكن. تفضلي على شغلك، واذا في اي مشكله ممكن نساعدك بحلها ما راح نقصر. الله يخليك، شكرا كثير. ما في شيء، بس مشاكل شخصيه. الاهل ما هيك، بدنا نسايرهم، فينا ناخذ منهم كل شيء بدنا اياه بالمساير. للاسف مو كل شيء. يلي هن بدهم يعطونا اياه بيعطونا اياه، والباقي لازم نحن ندافع عنه بالقوه. شكرا كثير استاذ، بالاذن. اهلا وسهلا. سلمى شو صار معك؟ ولا شيء. شو في عندك معاملات تعطيني اياها؟ غرقيني بالشغل. ما في اكثر منهم. هاتي لقلك، ولا يهمك. وشو ناوية تعملي؟ ما بعرف. وابراهيم؟ كمان ما بعرف. احنا شو بيطلع بايدنا نعمل؟ شو بيطلع بايدكم تعملوا؟ اذا هيك انسوا الموضوع نهائيا وخلي اهلك يلاقوا لك عريس. بس يا حيف عليكم. ما بعرف شو بدي اقول لك يا ريم، عن جد ما بعرف. على كل حال انا تاخرت على البيت، لازم روح. لا ما في روحه، تغدي هون هلا بخبر اهلك. تعي كملي السلطه.
تروحي لعند مها وبتقلي لها تيجي لعندي على المحل، في شوية كلام بدي اقول لها اياه. خير يا ابو زهير؟ يبدو اخوه ابراهيم ومصلي على النبي وما بده يمضي الامور على خير. لك شو هاد يا ابراهيم؟ خير. شو خير صاير ما عم تجمع الايام انت؟ خير شو في؟ اخطاء كثير كبيره وفيها خربان بيوت، تفضل. شوف بسيطة بسيطة، كنت شارد شوي. هلا هيك العشاء بيعمل؟ العشاء؟ يا ابو العز شو بدي احكي لك؟ لا احكي لك. خير يا ام زهير؟ الحقيقة قال لي ابو زهير يا ست مها انه ضروري تمري لعنده. وما قال لك شو بده مني؟ ما بعرف، بس ضروري تمري لعنده على المحل. على كل حال تكرمي انت وابو زهير، انا بهاليومين عندي نزله مشان سلم الشغل، رح مر عليه. استاذ ابراهيم شو الغلط اللي عنده هذا؟ بدك تخرب بيتنا؟ شو في؟ 58 مليون بتعملي هون 24؟ طالب صف خامس ابتدائي ما بيغلط الغلط، قلت لي معك ماجستير بالمحاسبه؟ أنا آسف أستاذ بس أعصابي تعبانة هاليومين. من دخولك على الدائرة وأنت أعصابك تعبانة. لسه بتقلي بدك تصير مدير حسابات؟ صحيح. ألو حبيبي كيفك؟ ضايع بلاكي، ما عم جمع، أعصابي تعبانة، لاقي لي حل. ما بعرف، أنت لاقي حل، أنا كمان ضايعة ومشتاقة لك. فيني شوفك؟ صعب كتير، ما عم يتركوني أتحرك لحالي، حتى من الوظيفة عم يجوا ياخدوني. طيب طيب بس لتهدى الأوضاع شوي، سمعني صوتك إبراهيم ودير بالك على حالك. الله معك. مع السلامة. خير يا ابو زهير، ليش بعتت وراي؟ يا ست مها انت مثل اختي وعلى راسي وعيني من فوق، والزواج اسمه ونصيب، ونحن ناس إن سمعتنا. اخوك اجى طلب البنت وسمع الجواب، ما في داعي انه يوقف لها على باب شغله وعلى باب البنايه مثل الزعران. نحن لولا كرامتك عنا كنا معه شغل تاني. وشو المطلوب مني انا يا ابو زهير؟ المطلوب يحل عنا، وما في داعي انه الشغله تكبر. حل عنكم؟ حاضر، بوعدك انك ما رح تشوفه، بس انه ينساها صعب، هذا الشيء لا هو بايدي ولا بايدكم. الحب ما هو حرام يا ابو زهير. يحبها مثل ما بده، بس اذا بسمق انه شافته لحتى ادفنها بالحياه، واذا بتحبي سلمى خليه يبعد عنها. حاضر، امرك يا ابو زهير، وحقك علي انا. دايمي على القهوه، عن اذنك. مع السلامة. بدك شي جمانة؟ أنا رايحة. مع السلامة. صار لازم اترك شغلي مشان احرسك يا خانو. ليش مو انتوا هيك بدكم؟ ما هي فعايلك، تفضلي.
المطلوب مني ابعد عن طريقها وانساها وكأن شيئا لم يكن. لا يا حبيبي، انا ما عم اقول لك تنساها، بس لازم تفهم انه هلا صار دور سلمى، هي اللي لازم تتصرف وتقنع اهلها. المهم انت هلا الله يخليك لا تتهور. ما بقدر اوعد حدا، انا هلا ما بقدر اوعد حدا، وانت ما كان لازم تدقي على صدرك وتوعديهم. ما انا ما بعرف شو عم يصير معي، مو بايدي صدقيني، انا رجلي عم تاخذني على اي مكان ممكن المحى فيه، والله مو بايدي. ايوه 312 خرجوها، لا على مسؤوليتي. مع السلامة. مرحبا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. كنا منتظرين حتى تخلص عيادك. شو المفاجأة الحلوة يا خالتي؟ مرحبا حبيبي. اهلا وسهلا، تفضلوا. انا يا جمال جاي احكي معك كلمتين وامشي. خير ان شاء الله. اسمع يا دكتور جمال، إذا بدك سلمى لازم تخبرنا مشان نعرف نتصرف. وأنا قلت لها لخالتك بدنا إياها، برضاي عليك يا أمي، الخميس الجاي رح نخطبها. طب يا أمي، يعني امنحونا أنا وسلمى فترة نفكر فيها، يعني كمان سلمى يا خالتي من حقها تفكر، وبعدين بنشوف شو الله بيخلي. إيه شو علي يا جماعة، كمان بصير. الو، اهلين ابراهيم. صار لي ست ايام ما شفتك، اشتقت لك. وانا كمان اشتقت لك كثير كثير. طيب خلي غادة تنطرني على مفرق البيت. لا انا ما بعرف البيت لحالي. طيب ماشي، دير بالك على حالك. وانت كمان ديري بالك على حالك. مع السلامة. شو ساوي أكتر من هيك؟ كل اللي بقدر عليه عملته، بس يبدو المصاري هي وحدة اللي بتمون على أهلها. بإذن الله محلولة. ما بعرف شو بدي احمل، انت قولي وانا بنفذ. انا شو بدي اقول؟ شو طالع بايدي اصلا؟ طيب انا شو طالع بايدي؟ ابوكي بده مصاري، منين بدي اجيب له بيت وسياره؟ هلا ما عندك غير هالحل حبيبتي؟ شو بدك؟
نهرب. ليش انت بتقبل؟ طيب وين بدنا نروح؟ ما في مكان. حاسس حالي مخنوق. تعرفي احيانا بتخطر لي افكار جنونيه. نفس فكره واحده بس، اعمل اي شيء ابراهيم وانا معك صدقني. خليني احس انك ما تخليت عني ببساطه، حس انك دافعت عني قاتلت من شاني.